سهرانا وحرساني في وقت الدين معايا تصلي علشاني، ولو نزلت دموعي في يوم من الأيام أندهلك وتيجي أوام، بتيجي في لحظة تشفيني يا سمع بكايا وأنيني، بإيد بتشيلي أوجاعي وإيد تمسح دموع عيني، بتيجي في لحظة تشفيني يا سمع بكايا وأنيني، بإيد بتشيلي أوجاعي وإيد تمسح دموع عيني. Thank you.
لساني في وقت الضيق معايا تصلي علشاني، ولو نزلت دموعي في يوم من الايام اندهلك وتيجي اوام، بتيجي في لحظه تشفيني يا سمع بكايا واجيني، بايد بتشيلي اوجاعي وايد تمسح دموع عيني، بتيجي في لحظه تشفيني يا سمع بكايا واجيني، بايد بتشيلي اوجاعي وايد تمسح دموع عيني. عذرة شفاعتك ليا حماية بتأمن، ولو زادت همومي وقلبي زادوا ألام أندهلك وتيجي أوام، بتيجي في لحظة تشفيني يا سمع بكايا وأنيني، بإيد بتشيلي أوجاعي وإيد تمسح دموع عيني، بتيجي في لحظة تشفيني يا سمع بكايا وأنيني، بإيد بتشيلي أوجاعي وإيد تمسح دموع عيني. بتسبيحك نقول تشفيني يا سمع بكايا وأنيني، بإيد بتشيلي أوجاعي وإيد تمسح دموع عيني، بتيجي في لحظة تشفيني يا سمع بكايا وأنيني، بإيد بتشيلي أوجاعي وإيد تمسح دموع عيني. الفجر الأكتر من
عشان تطمن شعبها والمصر نصر عظيم هيكون وترجع ليها أرضها. أكتر من 50 سنة عدت كل العالم شاف بيحبوكي
أحياء مش أموات. أصل يسوع ملك السماوات، ده إله أحياء مش أموات. وانتي في مجده فرحان عنده، وانتي في مجده فرحان عنده. ملايكة بيخدموكي، ملايكة بيخدموكي. الناس لما شافوكي عالقبة عرفوكي، هتفوا قالوا يا ماريا علشان بيحبوكي، هتفوا قالوا يا ماريا علشان بيحبوكي. طالبين شفاعتك يا معينة، في الشدة حني علينا. طالبين شفاعتك يا معينة، في الشدة حني علينا. دحنا خطى قلبنا تا، دحنا خطى قلبنا تا، وبنتشفع بيكي، وبنتشفع بيكي. الناس لما شافوكي عالقبة عرفوكي، هتفوا قالوا يا ماريا علشان بيحبوكي، هتفوا قالوا يا ماريا علشان بيحبوكي.
حبيبتي ابت سبابة أضاطة وقرص نم بنيوت ابت سكوبص أضادو
معقول مش معقول، لا هو معقول جدا ان احنا ولاد عرض الزيتون نحقق الايه الحلوه اللي حافظينها كلنا، هو ذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني. فمعقول انتوا اولاد وبنات الحمامه الحسنه الجيل تقريبا الرابع من جيل كورال الحمامة الحسنة الكبير اللي بيترنم بالحمامة الحسنة الكبيرة بتاعتنا منذ عشرات السنين. احنا النهاردة فرحانين جدا بوجود نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر ووسيم. أيضا نيافة الحبر الجليل الأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا كنتاكي فرجينيا. في صلة محبة كبيرة قوي بين هذه الكنيسة ونيافة الحبر الجليل الأنبا بيتر، لأنه ابن هذه الكنيسة وسيما أسقفا أيضا في هذه الكنيسة برئاسة أبونا كلنا البابا الأنبا طبرطوس الثاني. عودنا سيدنا إنه كل مرة يجي يبقى كورال الحسد هو اللي شغال، وما يحرمناش سيدنا من تعبير محبة يقولوا لأولاده وبناته بتي بتي. الحقيقة الواحد فرحان جدا بوجوده في هذه الكنيسة المباركة وبينكم جميعا، شعب مبارك وشعب محب. أنا تربطني علاقة قوية جدا جدا بهذه الكنيسة ولي ذكريات كبيرة جدا في هذه الكنيسة يطول شرحها، لكن أنا كل ما بنزل مصر يعني لازم أفوت على كنيسة العذراء ولازم أخذ بركة كنيسة العذراء في الزيتون.
متشكر لأبائي كهنة الكنيسة اللي سمحوني أن أجي النهاردة وأكون في وسطكم وأسمع الكورال الجميل ده. دي مش أول مرة أسمع هذا الكورال على فكرة، أنا العيد اللي فات برضو سمعت، كان تقريبا هو نفس الكورال مش كده؟ حاجة جميلة جدا وحاجة تفرح جدا، ودي أحد أهم الوسائل اللي تربط الولد والبنت بالكنيسة. ازرع فيهم محبة الألحان ومحبة التسبيح ومحبة الترنيم، حتى لو بعد ومر بظروف صعبة هذه المحبة هترجعوا مرة تانية. فأنا بقول لكم بسطتونا وفرحتونا بأدائكم الجميل المفرح جدا، وأتمنى أن الشعب في أمريكا يسمع ويتعلم من هذا الأداء الجميل المفرح. ربنا يحافظ عليكم وربنا يبارك في خدمة أبائي هذه الكنيسة ويبارك في هؤلاء الأولاد المباركين. نكرر شكرنا لسيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديس ونيافة الحبر الجليل الأنبا بيتر، ونكرر شكرنا للمسين والمسات والولاد والبنات والشباب والشبابات كورال الحمامة الحسنة. كل سنة كلكم طيبين، كل سنة كلنا طيبين.